أنا أمينة العلوي الهاشمي، ناشرة كتب الأطفال من المغرب. باش تنشارك هكا في جناح مغربي، هذه السنة الثالثة، لأن هذه فقط سنة ثلاث سنوات أن المغرب كيشارك بجناح، وهذا الشيء كيشرف كثير، لأن كنعتبر أن فرانكفورت هو من أهم المعارض ديال الكتب، وهو كنافذة على العالم، والحمد لله في هذه النافذة كاينة نافذة المغرب. ولكن شاركت بزاف المرات قبل على طريقي الخاصة. كنت أولا شاركت في واحد البرنامج كانت نظمته معرض فرانكفورت، اللي عطونا فيه تكوين كيفاش نتعاملوا مع المعرض، ومن ثم أنا مشيت لوزارة الثقافة، وبقيت كنلح عليهم ونأكد باش يكون المغرب عنده رواق في فرانكفورت، والحمد لله هذه السنة الثالثة باش كنشارك. Thank you.